أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أن الناس في يوم القيامة نوعان، حزب الله وحزب الشيطان، فهل فرق الضلال من صوف؟ ما هو في الآخرة، الدنيا والآخرة الناس تسمع حزب الله وحزب الشيطان في الدنيا وهو في الآخرة. فمن كان من حزب الله في الدنيا صار من حزب الله في الآخرة، من كان من حزب الشيطان في الدنيا صار من حزب الشيطان في الآخرة، لأن الدنيا مبنية، لأن الآخرة مبنية على الدنيا، الدنيا هي دار العمل.